على طريق المساعدات الكويتية للأشقاء، وصلت ثالث طائرة مساعدات محملة بشحنة من الأكسجين إلى تونس لدعم جهودها في التصدي لجائحة كورونا. وقالت الرئاسة التونسية أن هذه الشحنة من الأكسجين تندرج في إطار الجسر الجوي الذي أقرته الكويت لدعم تونس والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الصحي الصعب، حيث شهدت تونس في الأسابيع الأخيرة طفرة في جائحة كورونا مسجلة أرقاما قياسية في الإصابات وحالات الوفاة. الشكر الجزيل من الأعماق، الشكر باسم الشعب التونسي للشعب الكويتي الشقيق والقيادة الكويتية وعلى رأسها صاحب سمو أمير الكويت. نشكر كذلك سعادة السفير دولة الكويت بتونس اللي قام بمجهود كبير، كذلك القوات المسلحة الكويتية اللي تأمن في جسر جوي متواصل وتقوم بنقل كميات كبيرة من الأكسجين في هذا الظرف الصعب. هذه الطائرة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي الذي أمرت به القيادة السياسية لتزويد تونس بمادة الأكسجين، وإن شاء الله سيستمر هذا الجسر يعني دون انقطاع حتى نفي بحاجات تونس من هذه المادة. طبعا عميق الشكر والامتنان للأخوة في الطب العسكري في تونس على هذه الجهود لتسهيل مهمة إفراغ الطائرة من هذه المادة، وإن شاء الله نتمنى دائما أن تسود روح الأخوة والتعاون بين البلدين.